صدنا. الله يسعدكم. اليوم طبعا بيكون مختلف، كل اسبوع راح يكون حلة جديدة ما بين التراجيدي ما بين الكوميديا ما بين انتم حالات البرنامج. وانا داري بكم ان اليوم هذا بالذات متعب، والله عارف اني ضيق الصدر، لكن شو اسوي؟ الاسبوع الماضي من ودعنا اخونا محمد الشمري المسي على اهل الكويت. محمد تعال سكر جنبي. احنا اليوم ان شاء الله راح نلعب لعبه خفيفه ممتعه وشيقه. تدرون ليش؟ لانه في ناس يحبونكم خلف الشاشات. تمام. في اليوم بنختلف شوي عشان ايش؟ نطلع بطريقه مضحكه وممتعه وشيقه، رغم انه البرايم يعني هذا مصير المتسابق. ايش رايكم نبدا بالدرع الجماهيري؟ يلا 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 يلا. انتم متحمسين يا شباب؟ حطونا صفقه. طيب اول واحد يجي معي عبد الله الجميري، تفضل معي. ابو جميري شباب سكر سعيد، خذوا الكراسي واقعدوا ورا ولا اقعدوا جنب هنا. تعالوا تعالوا ولا استريح هنا. تعال معاذ الجماز، هيا تعال. انا 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 ابو جماز. ولا هنا، روح 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 بيجيك بيجيك روح هناك بيجيك بيجيك بيجيك. ها مخلد مبارك. اي اي هذه المعنويات اللي ابيها. جعل لي ماذوك حزنك قول امين. عبد الكريم الحربي صدقه صدقه. يلا يا رب يلا الرزق. زياد الشهري هذا الدلع الجماهيري وال700 وال400 هذا الدلع الجماهيري. هات ابو سعد. ايه حبيبي راجع الحافي. تعال هيا تعال تعال هيا تعال انا تراني في وجهك انت الغلا وانت الحلا. هيا تعال هيا تعال. طيب بسم الله. هلو يلا يلا هلو هؤلاء الشباب. معاذ الجماز، زياد الشهري، راجح الحارثي، عبد الكريم الحربي، مخلد مبارك، عبد الله الجميري، عبد الرحمن الخضيري. تعال هيا تعال صدقه صدقه شباب. اي هذا الحماس هذا الشوق هذا الحضور اللي كنت ابيه. ما يا جماعه الخير اعلمكم حاجه عشان تطمنون، كلكم نجوم، طلع واحد ولا ما طلع خل قلوبكم ايش البساطه. ايش يا سعود احمدي خل صدرك وسيع، الله يوسع صدوركم بالعافيه ومن يشاهدكم. طيب واحد منكم خل الدرع الجماهيري ما شاء الله، والثاني 700 والثالث كم؟ 400 ريال. ركزوا معي، الدرع الجماهيري راح يكون له حصاله من البرايم هذا، لكن الاسبوع الماضي من حصل على الدرع الجماهيري مخلد مبارك. اذا حصل اليوم مخلد مبارك على الدرع الجماهيري راح يكون حصاله له لنهايه البرنامج. راح يكون حصاله لنهايه البرنامج. وللمعلوميه جمهوركم كبير والتنافس على الدرع الجماهيري كلكم داخلين فيه، ولكن اللي اختارناه ممكن كانوا يمكن الاقرب او انتم الاقرب، بس احنا خذينا كلكم، لكن خذينا تقريبا اللي فيه تنافس يطلع يدخل يطلع يدخل. جمهوركم كبير، حضوركم مميز. خلينا نسال مخلد مبارك، لو حصلت على الدرع الجماهيري مكرر اي نعم ايش ممكن تسوي لنا هنا؟ كيف قصدك الايام الجايه يعني؟ ايش راح تكون رده فعلك؟ إذا فزت الأيام الجاية ولا نفس اللحظة يعني؟ اللحظة. والله أسجد لله عز وجل شكر وأقول الحمد لله على ما قدر الله. خاف يغمى عليك مثلا؟ كيف؟ خاف يغمى عليك؟ لا يغمى علي لا إن شاء الله ما يغمى. المنافس الحقيقي حبيب قلبي راجح اليوم. أول شيء يعني بيت وجيه القرية في جمعية الذوقة ولا؟ ولا يبغى غريب عليك، حتى دخلت كان فيها أكشن شوي. تعلمت منك طبعا. طيب راجح الاسبوع الماضي خذت انت الثانيه 700 ريال 700 توقع اليوم راجح ينافس الدرع الجماهيري؟ والله انا ماني بخايف، اللهم لك الحمد. حلو لاني واثق بالله. ثم الله اكبر في هيئه الناس اللي جابوا الله اكبر جابوها. طيب ابو معيد هذا لازم انا اسميه واثق الخطوه يمشي ملك. تسلم. طيب عبد الكريم عندي سؤال لك يا زياد وبرجع لك سؤال مهم. ابيك زياد مع المشاهدين ومع اللي يتابعونك الان، توقع واحد من الموجودين ما له اي شيء،
بس مو بالان فكر، واذا قلته صح ابطلعه على طول. اوكي تمام، يعني بعلمه هو اي لا، يعني واحد ما له رصيد ما له لا درع ولا 700 ولا 400، لا 700 ولا درع ولا 400 ولا برايم. اي ولا برايم. والله كروم من تتوقع ياخذ 400 ريال من العيال؟ ايه والله كله يستاهلون، يستاهلون والله كله الدرع بعد مو يستاهلون. اي والله. طيب ما اتوقع، اقسم بالله كلكم حلوين. معاذ حبيبي لبى قلبك. هل معاذ اليوم يدخل منافسه مع الشباب؟ الاسبوع الماضي قلنا راجح، وانت يا معاذ وانت يا مخلد ثلاثه درع جماهيري المخلد، 700 لاخوي راجح، 400 لاخوي معاذ. اليوم راح تنقلب الايه، راح يكون في اختلاف جذري، راح يكون في سيري بيري قريبري. خلينا نسمع توقعاتكم. شو اسمه الاخيره؟ سيري بيري قريبري، يعني زن نظره ما اعرف اللي فعلها. عبد الله تتوقع تاخذ جائزه من الجوائز الثلاثه اللي راح تحصد اليوم مع النجوم هذولا؟ ايه. عبد الله هلا والله. اجل خليك معانا. نعلن على ال 400 ريال اللي حصل على تصويت 400 ريال، ولا راح يكون له حصانه في البرنامج، راح يرجع طبعا. ما اعلن عن اسماء النومينيت جميعكم طبعا، لكن اعتقد ومو اعتقادي وهذا يعني كلام اخوانا بالكنترول، اللي راح يكون له حصانه بعد الله في هذا التصويت الدرع الجماهيري وال 700 ريال. بس خلونا نبدا بال 400 اللي راح يرجع، ثم نشوف هل هو نوميني ولا مو نوميني. مو بالان موضوعنا. يلا يا رجل يلا. اللي حصل على 400 ريال من الموجودين معانا قرار، اللي حصل هو عبد الكريم الحبيبي. حبيبي احمد وسام سلم على راشد. طيب عبد الكريم 400 ريال مبروك. انا اقول ايش تقول؟ تفضل. بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. الله يسعدك. يلا وقت. يلا صف واحد شباب، صف واحد. هذول معانا ولا ما؟ انا اقول يا اخي نزل الدرع، حط على المخ، خليه يمشي. اللي حصل سلموا عليه بسرعه يلا عشان الوقت. اللي حصل خلاص صمت الان. بس سؤال، انا الحين ان شاء الله ما يطالع ابراهيم. ليه؟ وخايف ليه؟ انت متى طالع ابراهيم؟ والله اني خايف قسم بالله. اعلن الان انت ابراهيم. لا لا اوكي. خوف من ايش؟ خوف من النار. خوف من الله فقط. خوف من الله ومن النار. لبيك. عطنا اسم من الموجودين معانا ما لها شيء من الجوائز اللي راح تحصد في نهاية الأسبوع عشان نعلن عنها ثم نرجعه. صعب اني اتوقع مع اللي معنا الدرع للسبعية. اي توقع. لكن معاذ مو بداخل برايم. توقع. طب لا شيء؟ بسرعة. احتمال كبير لا شيء. لا عطني. إيه لا. لا ايه. لا شيء. لا شيء. طب عطني واحد متوقع. انا ارجع بسرعة. والله صعبة يا عبد الله. اي توقع اي توقع. انا مالي شيء. ها؟ انا مالي شيء. انت مالك شيء؟ ايه. تفضل يا زياد حبيبي. تحية زياد. بطل يا زياد. بطل زياد. طيب اللي حصل الحمد لله الحمد لله. بدك اسمع اسمع انا ايش اقعد شويه عشان تصير يلا هيا تعال. طيب نبغى شباب ايش رايكم نبي نصرف واحد ثاني عشان تحلو اللعبه؟ صرف نفسي؟ صرف نفسك؟ اي صرف نفسك يلا الحمد لله. عبد الجميلي هيا عبد الله. بطل الجميلي بطل بطل. ما نبرأ. حلو. بين هؤلاء الاربعه يا شباب يا لب قلوبكم يجعلني ما ذوق حزنكم. دامنا فينا. واحد منهم خذ درع جماهيري. واحد منهم خذ 700 ريال وصار له حصانه من الليش؟ البرايم. البرايم ولا لا يا كنترول؟ طيب اللي حصل على 700 ريال اعطوني صوت مرعب كذا يلا يا احمد. اللي حصل على 700 ريال ويستحقها بجدارة لأنه تميز بروحه الجميلة، اليوم راح نعلن عنه ومنافس حقيقي للدرع الجماهيري. والله المتسابق أبو 700 راجع الحرب. أكبر حبيبي حبيبي مبروك 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 أكبر. صح
اقول لكم يا عيال دام اجل دام اجل خلاص كذا ماخذين الله الله استاهل مبروك يا راجل مبروك تستاهل حنرجع يلا الله اكبر وش مت لا راجع طيب ارجع بين هؤلاء الثلاثه لم يكن شباب ركزوا معي لانه راح تنصدمون اليوم بشيء مختلف ومفاجاه كبيره وما حصلت في برامج الواقع اليوم راح تكون مختلفه اتقدم من النهايه حتى انافس الدرع الجماهيري راح تكون مختلفه اليوم لما اكون انا مبتعد عن المنافسين الثلاثه والمتنافسين صح المعنى اليوم ادخل مع حسبه مختلفه اليوم راح نتكلم بشكل جديد شكل راح يكون حتى صدمه للمشاهد قلنا المنافس اليوم راح يكون غريب واجابته راح تكون ايضا بطريقه بسيطه ولطيفه ورشيقه وحصه ونوره لحظه ايش دخلهم ذول انجز تكفى يلا بريفان يلا تكفى انا ها صلى الله اكتب اللي فيها خير صلى الله اكتب اي والله انا اكتب اللي للجميع نعلن يا شباب زياد زياد اللي فاز بالحصانه حصانه والدرع لبرنامج زد رصيدك خمسة مخرج بارا سيروح سيروح اضغط